بعتذر منك، أنا غلطت عن جد، أنا آسف فاطمة. أنا مبارح مدري شو صار لي، كل ما بتجيبي سيرة هالزلمة بيطلع خلقي. أنا بحبك، مو بإيدي، بغار عليك كتير، شو ساوي؟ مشان هيك عصبت كتير مبارح. أنت حبيت تجرحني وبس. هلأ هذا اللي طلع معك يا فاطمة؟ إيه، عملت مبارح بتحاول تجرحني بكل الطرق. رجعنا من الأول. إيه بلشنا، خلصنا. ما بيصير أنت تحكي يلي بدك إياه وتسكتني إلي، مادام بلشنا منكمل. أنت بتتحسسي من موضوع مصطفى، ولما حدا بيحكي عنه بالعاطل أبداً ما بتسمحي له. مصطفى بالنسبة لإلي انتهى، وقلت له هذا الشيء بوشه كريم، ماني مضطرة أقنعك بهالشي، بتحب تصدق ما بتحب تصطفل. نحن ربينا مع بعض بالضيعة من وقت اللي كنا أولاد صغار، كنت بفكرة أنه علاقتنا راح تدوم، وعشت أحلم بهذا اليوم اللي راح يجمعنا. ما بنكر أنه غلط معي وأزهاني كتير، بس ما تنسى كمان أنه كان حب حياتي من أنا وصغيرة، وحتى لو انتهى كل شيء بيناتنا ما فيني أنسى الماضي. بكفي، ما عاد بدي أسمع سيرة هالزلمة. لما حكيت عن كريستين سمعتك، كنت أسمعك وأنت عم تحكي عنها، وكنت تحكي معها على التليفون وتاخدوا راحتكم بالحكي قدامي، ونزلتني بالأوتيل اللي نزل فيه أنت وياها، أخذتني لعندها وعرفتني عليها وأنا ما حكيت شي وقتها، وقعدتني معها على نفس الطاولة، وشفتكم بعيني وأنتوا عم تتباوسوا، وما فتحت تمي معك أبدا. لا تكوني عم تغاري علي. لا هي مو غيرة أبدا. لا بلا غيرة، غلطان، ذكرتني مصطفى وأنا ذكرتك بكريستين. لك حاجة تخبي، بعدين أنا انبسطت كتير من هالشي. أنا عم وضح لك رأيي بموضوع معين، فما في داعي تعطي كلامي معنى تاني. بعدين ليش بتغاري عليك يعني؟ ألو أستاذ نزير؟ إيه صباح الخير، بس ما أكون فياتك. ما فيتني، صرنا صاحبين مطعم لهيك من فيه بكير، لكني بلشت شغل وكريم وفاطمة نزلوا على السوق من شوي. اتصل فيني عمر مبارح بالليل بس ما حبيت اتصل فيكن. ليش رجع من إزمير؟ لا لساته هنيك، بس قال القاضي رح يطلبكن مشان تقدموا إفادتكن، وهو رح يبعتلكن تبليغ بهالشي، بس أنا حبيت خبركن من هلأ مشان تحسبوا حسابكن للسفر وتكونوا مستعدين. منيح إنك خبرتنا، نحنا ما فينا نترك المطعم لحاله، لهيك بدي روح الصبح وارجع المسويات على اسطنبول. بس مو انتي لحالك، القاضي بده يستجوب الست ميسر ولمعي كمان. كنا متوقعين هالشي ما هيك؟ ايه طبعا. طيب انا رح خبرهم، وبس يصل التبليغ لعنا نحمل حالنا ومنروح سوا. بالمناسبة مين بتكون هاجر اوفاجيك؟ هاجر اوفاجيك مين؟ ما بعرف، ليش عم تسأل؟ عمر قال انه اسمه انذكر بالقضية، وقال بيت رشدان رح يستخدموها كشاهدة بالجلسة الأولى. بالله؟ يا ترى مين بتكون؟ والله توقعت انك تكوني بتعرفيها. معقول تكون وحدة من الضيعة؟ بس أنا ماني سمعني بهالاسم قبل هلا، وكمان ما بظن انه في حدا من الضيعة ممكن يشهد لصالحهم. أكيد بكرة رح نعرف مين بتكون هالمرة، يلا أنا ما بدي أعطلك أكثر من هيك، شكلك مشغولة، بعدين بنحكي. ماشي. شكراً، كلك ذوق. يعطيك العافية. الله يعافيك، مع السلامة. إلا معي؟ قلعت ميسر من البيت. شو؟ لسات عم تلتقي بهداك الزلمة، وقال مرته هي اللي هجمت على بيتنا. يا الله، تعال عود. أنا قلت لن إلعي، قلعتك. طيب ومراد؟ أنا دقيت للمديرة من شوي وقلت لها ما بتسلموا إلا لما بجي أنا لعندها، وقلت لها أنت المسؤولة عنه. هي قالت عني أجدد، بس أنا فرجيتها مقامة، خلصنا منها، ما عاد في وحدة اسمها ميسر بحياتنا. تأخرنا عليكم؟ ما تأخرتوا. لمعي؟ أخي لمعي ساعدنا لنزل الخطرة،
شو بك شوفي؟ قال قلع للست ميسر من البيت؟ قالت لي اللي بقلبها، سمعتني حكي كتير وقالت اني اجدب اخيرا. لا تزعل اخي، قلت لها كل شي بقلبي. انا من اول كنت عرفان انها ما بتحبني، نبهتها اكتر من مرة وقلت لها انه ما تعيدها، بس ما سمعت مني وراحت قابلته. اصلا انا سمعتها بيدي وهي عم تحكي معه. طيب شو مشان مراد؟ لا تروح تاخده من الروضة. لا لا، انا دقيت لهم ونبهتهم، قلت له لا تسمحوا لحدا ياخده غيري انا، بعد شوي رح روح جيبه من الروضة. شو رأيك لو تروح انت كريم؟ بخاف تعمل شي، روح جيبه. ماشي رح روح. لا لا، ما رح يجي معك، قال عنده عيد ميلاد رفيقه بالروضة. طيب شوي تانية بروح وبجيبه من هنيك. ما رح خليها تاخد ابني. لا تخاف، ما فيها تترك البيت، هلأ بتروق وبترجع على البيت اكيد. بس انا اللي طردتها من حياتي، انا اللي طردتها، خلصنا، ما عاد في شي اسمه ميسر بالنسبة لي. لازم نخبر نزير بيك بهالشي. رح نقله مشان نتطلق ونخلص من كل هالقصة. مو هيك قصدي، قالي رح يطلبونا مشان نقدم إفادتنا أنا ولمعي وميسر. دقلني وخبرني بهالشي قبل ما تجوا أنتوا بشوي، وهيك حكالي على التليفون، قال بداية الأسبوع جاي لازم نروح لأزمير، هيك المفروض. أصلاً هي ما كانت حابة تروح تقدم إفادتها، وهلأ أكيد ما راح تروح. ما عاد فيني أتحمل فاطمة، كتير عصبتني، بس لو سمعتي شو حكيت. لا حبيبي أنا مو عتبانة عليك أبداً، تعمل يلي بدي إياه. لسه بكير على المحكمة، ما بتعرفي شو ممكن يصير من هون لوقتها. وكمان الموبايل أنا زبطيته بالنبعة وصفينا بلا. هي رح تتصل مشان تسأل على مراد أكيد، بس بظن ما رح نستفيد أي شيء. نزير بيك قال القاضي طلبنا كنا، لهيك مضطرة تروح. يعني لازم نخبرها، هذا تبليغ رسمي من المحكمة. أنا رايح جيب مراد وإجي. شايفين بالله صار موقفنا أصعب، وكله بسببي أنا. مو أنت السبب، أنت رح تقدم إفادتك والست مريم كمان، يعني ما أنا بحاجتها لتشهد معنا. تعرفي وحدة اسمها هاجر أوفاجيك فاطمة؟ لا ما بعرفها. كريم أنت بتعرف وحدة اسمها هاجر أوفاجيك؟ قال من طرفهم لبيت رجدان. لا أنا ما بعرف حدا بهذا الاسم. وهاجر أوفاجيك مين هي بتكون؟ بيت رجدان رح يقدموها كشاهدة بالقضية، قلت بجوز تكون من معارفهم. معقول تكون من عنا من الضيعة؟ لا ما بعرف وحدة بهذا الاسم. وأنا ما سمعان بهالاسم. هي أكيد من طرفهم هني، بس مين بتكون؟ وشو بدها تقول بالمحكمة وشو علاقتها؟